احنا بنحاول وعملنا بحث في الموضوع ده ورسلنا بيه كنايس العالم وبنحاول، لكن لغايه النهارده مفيش نتيجه يعني محدده نكون وصلنا لها ان نتفق على ميعاد واحد لعيد القيامه. لكن عيد القيامه مشكلته سهله شويه، ان احنا كل 4 سنين بنعيد ويا بعض. في الكريسماس ده له تقويم وده له تقويم، ولغايه النهارده مش قادرين نوصل لصوره. في كنايس رافضه وفي كنايس غيرت مواعيدها وفي كنايس عدلت، لكن لغايه النهارده مفيش شيء محدد ممكن اقوله لحضراتكم. صلوا من اجل موضوع الاعياد، انا عارف انه يعامل مشكله هنا عندكم موضوع الاعياد بصفه عامه في المهجر، وعندنا في لجنه في المجمع المقدس بتدرس الحاجات دهيت، وما وصلناش لحاجه نهائيه يعني ممكن اخبركم بيها.